كثير من جامعات مصر، كثير من طلاب الجامعات في مصر بنحاول ان احنا نمهد لهم الطريق ونخليهم يستعدوا ان هم يتحملوا المسؤولية، مش مجرد ان هم بس يدرسوا المناهج الخاصة بالكليات، ولكن كمان بيعملوا حاجة اسمها محاكاة لعدد كبير جدا من الأماكن والمؤسسات الدولية. عندنا نموذج ليها النهاردة في فقرتي، هذه الفقرة يعني عن محاكاة جامعة الدول العربية بجامعة عين شمس. طلاب من جامعة عين شمس في كلية الحقوق عملوا بقالهم 10 سنين على فكرة بيعملوا نموذج المحاكاة مع جامعة الدول العربية. نعرف بقى في هذه الفقرة يعني إيه محاكاة، يعني إيه بيعملوا، إيه يعني بيقعدوا يعملوا، إيه بإيه الاستفادة، إيه حوالين هذا الموضوع الهام. ضيوفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن كرم وجيلان عوض من اللجنة التنظيمية لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية بجامعة عين شمس. صباح الخير. صباح النور. ازيكم؟ الحمد لله. نهاركم سعيد يا فندم. نهارك زي الفل. ابتدي بالسيدة الجميلة جيلان عوض. جيلان انت في سنة كام؟ في سنة ثانية حقوق انجلش. حلو. حضرتك؟ انا في سنة رابعة حقوق عين شمس ان شاء الله. حلو قوي. انا عرفت ان كنتوا دي السنة العاشرة لجامعة عين شمس اللي بتعمل حاجة اسمها المحاكاة لجامعة الدول العربية. ممكن استأذنك كده بكل بساطة شديدة لكل المواطنين في مصر أو في العالم العربي، يعني إيه محاكاة؟ إيه اللي بيعملوه بالظبط؟ تعملوا إيه بالظبط؟ تمام. محاكاة يعني بنعمل نموذج مصغر من حاجة مؤسسة موجودة على أرض الواقع. بناخدها ونعمل يعني زي شكل مصغر كده في الجامعة، بنشوف القضايا اللي مثلا متعلقة بالحاجة اللي احنا هنعمل لها محاكاة ونعمل لها زيها في الجامعة، نوعي يعني نخلي الناس تعرف أكتر عنها. احنا بنعمل محاكاة لجامعة الدول العربية، بنخلي الشباب يعرفوا أكتر يعني إيه جامعة الدول العربية، المشاكل بتاعة الوطن العربي، الحاجات اللي ممكن القضايا اللي احنا عايزين نطرحها جامعة الدول العربية احنا بنطرحها عندنا زيها بالظبط وبنحاول نلاقي لها حلول. تمام. محمد، عشان نتخيل كده ومشاهدينا يتخيلوا، انتوا بتبقوا قاعدين مثلا في جامعة عين شمس في قاع، صح كده؟ وبيحصل عن طريق الفيديو كونفرنس مثلا بجامعة الدول العربية ولا ايه؟ لا، احنا بالظبط احنا بنمثل جامعة الدول العربية بمجالسها بالحاجات اللي بتحصل فيها بالظبط، عن طريق ان احنا بيكون في محاكاة لكذا مجلس مثلا من المجالس المعينة. هي احنا عندنا 4 مجالس السنة دي: مجلس التنمية المستدامة، التنمية المستدامة ده بيتم كل 10 سنين، وعندنا مجلس الشؤون الخليجية ده بيتكلم عن شؤون الخليج وبلاد الخليج مع بعضها، وكمان مجلس ضد التطرف، ازاي نواجه التطرف بشكل عام، والتطرف بانواعه سياسي ديني فكري بجميع انواعه، وفي كمان المجلس الرابع اللي هي المحكمه الاي سي جي اللي هي العرب انترناشونال كورت، اللي هي ازاي لو في قضيه ما بين دولتين عرب ازاي نحل المشكله دي ومين اللي حلها. طيب عبد الرحمن، دي المواضيع اللي انتوا بتتناقشوا فيها داخل المحاكاه الخاصه بجامعه الدول العربيه، صح كده؟ تمام. طيب لا، انا قصدي هل انتوا بتبقوا تاني، معلش، انتوا ابتديتوا السنه دي 2018 ولا لسه؟ احنا ابتدينا كانت اول محاضره الجمعه اللي فاتت. هي بتكون المحاضرات عندنا 8 محاضرات. بتتم في الجامعه عن طريق طلاب زينا قاعدين. هو احنا متقسمين لمجموعات منظمه ومجموعات اكاديميه. الاكاديميه دي اللي بتشرح ازاي جوه المحاضرات دي اللي بيتم عن طريق المجالس وايه اللي بيتم عن طريق المحاكاه نفسها. طيب يعني جيلان، انا يعني برضه عشان اتخيل اكتر، انتوا بتعملوا ايه داخل الجامعه في موضوع محاكاه جامعه الدول العربيه؟ انتوا قاعدين جوه قاع، خلينا نتخيل كده بكل بساطه، قاعدين جوه قاع وبتمثلوا ان كنتوا في جامعه الدول العربيه وبتناقشوا عده مواضيع اللي انت قلتها لي، ال4 مواضيع اللي انت قلت لي عليها. طيب. ولكن ما فيش اتصال بجامعه الدول العربيه. الاتصال بيبقى في الاخر، مثلا لما هنيجي نعمل السنه اللي فاتت احنا عملنا الاوبننج بتاعنا كان في جامعه الدول العربيه نفسها، وكان حاضر عدد من السفراء داخل جامعه الدول العربيه نفسها. بالظبط. تمام. ده امتى بتقولي؟ كان السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. تمام. تمام. لكن المره دي داخل جامعه عين شمس. احنا كل مره السيشنز نفسها بتبقى جوه الجامعه. أيوة. بنعمل الكونفرنس في الاخر، ده بيبقى خلاص احنا لقينا بقى حلول للقضايا اللي احنا بنناقشها طول السنه، وبيبقى بقى زي يعني بنعمل زي كونفرنس كبير كده. الطلاب بقى بيبقى كل طالب مثلا بيمثل البلد المعينه اللي هو بيتكلم باسمها، بيبقى زي بالظبط بقى المجلس اللي بيبقى بيتم في جامعه الدول العربيه. حلو. المواضيع اللي انتوا اتكلمتوا فيها في الجمعه اللي فاتت ايه؟ ما هو احنا كل المجالس بتبقى شغاله في نفس الوقت. كل المجالس يعني ال4 مجالس بيشتغلوا في نفس الوقت بالظبط، في نفس الميعاد بتاعهم. حلو قوي. عددكم قد ايه يا عبد الرحمن؟
احنا على حسب الاعضاء اللي احنا موجودين، احنا الاعضاء المنظمين لنموذج كله من 100 120 فرد في العضو في المنظمه نفسها. لكن في كل مجلس بيكون في عدد معين من الطلاب، مثلا بيوصل من 50 لاكثر من 50 عضو فيها. بناء على ايه الطالب ممكن يروح ينضم الى محاكاة جامعة الدول العربية؟ بناء على ايه بتعملوا انترفيو؟ على حسب التفكير اللي عنده عامل ازاي، وعلى حسب المعلومات اللي عنده عن جامعة الدول العربية وعن البلاد العربية يكون مهتم. وعن الاحداث، ويكون مهتم وحابب يناقش ويتعلم حاجة جديدة ويعرف حاجات جديدة عن احداث بتحصل في الدول العربية وعن تواريخ مهمة موجودة واحداث بتحصل. وهل بتتكلموا في الشؤون السياسية الحالية للدول العربية؟ ايا كانت الشؤون السياسيه او الاحداث اللي بتحصل بنتكلم عنها، لان احنا بنحب نوصل المعلومه بشكل عام للناس كلها، حتى لو كان طالب حتى لو كان شخص كبير، مهم ان هي بتوصل بشكل كويس. جيلان، انت شاركتي في يوم الجمعه اللي فاتت؟ ايوه. وهل شاركتي وانت في سنه، انت سنه ثانيه دلوقتي، هل شاركتي في سنه اولى؟ تمام، يعني انت حب هذا الموضوع بالظبط. شايفه ايه الاستفاده اللي ممكن تكون بتعود على طالبه في جامعه عين شمس كليه حقوق من انك انت تشاركي في حاجه زي كده؟ انا في اللجنه التنظيميه، ودي حاجه يعني فادتني جدا، بتفيد بقى الطلاب في حياتهم الاجتماعيه، وبتخليهم يعني بياخدوا سكيلز احنا يعني هبقى محتاجاها لما اتخرج. يعني مثلا ان انا اتعامل مع الناس كلها من غير ما ابقى مثلا محرجه او مكسوفه، اعرف ان انا انظم حاجه، اعرف لو اتحطيت في موقف اتعامل او كده، كل الحاجات دي انا بكتسبها لما بدخل النموذج. يعني بتخليني مثلا عندي دايره اجتماعيه اكتر من اللي انا كنت فيها. لو لسه ما تعرفتش على ناس كتيره في الجامعه، بدخل اتعرف على ناس اكتر. بس هل في انت استفادتك ايه؟ انت في سنه رابعه. انا في سنه رابعه، وطبعا انت شاركت في 4 سنوات ان شاء الله، صح كده؟ تمام. طيب ايه الاستفاده اللي انت عدت عليك في خلال ال4 سنوات انك انت تشارك في هذا الاستفاده زي ما جايلان ما قالت، ان احنا بنتعلم حاجات كتير جوه المحاكاه او المنظم او ايا كان النشاط الطلابي اللي موجود في الجامعه. انت ازاي بتتعامل مع الناس بشكل كويس؟ ازاي تعرف تتعامل ما تبقاش مكسوف ان انت تتكلم مع حد اول مره تقابله؟ ازاي ما تبقاش ان يكون عندك وعي ثقافي او تفكير بشكل اكتر، ان انت ازاي ممكن تتكلم مع شخص اكبر منك في مكان معين، مثلا ايا كان هو سفير او وزير او في جامعه الدول العربيه، من غير ما تبقى قلقان انت بتوصل له رساله معينه بشكل لطيف، ما تبقاش خايف منه ولا عندك قلق. بس يعني بتتعلم حاجات كتير، ان انت بيكون عندك بدل ما انت متعلم بس ان انت عندك فكر بالجامعه بس وبمواد الجامعه بس، لا بتتطور اكتر، عندك وعي اكتر من الثقافه، من التواريخ، من الاحداث في بلدك، في بلاد تانية، بيكون عندك تفكير اكبر. طب عذر السؤال اللي انا هقوله ده، اشمعنى كليه حقوق؟ هو يعني هي اللي بتعمل المحاكاه مع جامعه الدول العربيه، يعني ليه مش ممكن هو بس هو حقوق ما فيش حقوق؟ لا هو احنا معانا كذا، يعني احنا الطلاب اللي بتشارك في النموذج نفسه مش شرط ان هو يكون في طالب كليه حقوق، احنا بنلف ونروح كليه تجاره وصيدله واسنان، وبنروح اداب، وبنروح طب، على حسب احنا بمكان التوزيع بتاعنا فين. لكن في طلاب مشاركين جدا اكتر من كذا كليه بيكونوا موجود، احنا مش شرط ان هو اشراف كليه حقوق، تحت اشراف كليه حقوق. دكتور أوكي. احمد ديهوم هو المشرف على على النموذج. جيلان، امنياتك ايه؟ يعني حضرتك في سنه تانية دلوقتي، وان شاء الله توصلي الرابعه وتتخرجي وكليه حقوق، يعني امنياتك ايه كطالبه وانت لسه في 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 كليه حقوق جامعه عين شمس؟ امنياتك ايه في المستقبل ليكي انت شخصيا؟ اكيد مثلا اني ولبلدك في نفس الوقت برضه، بلدي انها اكيد تتقدم عن دلوقتي، ويبقى والامن بتاعنا يزيد، حتى لو احنا الحمد لله دلوقتي يعني في مرحله كويسه، الامن بتاعنا يزيد واستقرارنا واقتصادنا دلوقتي يبقى احسن من كده. عبد الرحمن، انا كطالب حابب ان شاء الله هتخرج السنه دي ان شاء الله، حابب ان انت مثلا، انا كطالب مصري او حاجه، بلدك تتقدم مش لما تسافر ولما تخرج وراها، لا انت تفضل جواها، بلدك هي اللي هتستفاد بيك، انت ما ينفعش تعمل حاجه غير لبلدك، بلدك انت اللي هتفضل فيها، هي اللي هتكمل معاك، محدش هيقف جنبك غير بلدك. يعني الواحد بيتمنى ان هو يكون احسن واحد في الدنيا، بعيد عن اي حاجه، وبعيد عن شغله، وبعيد عن اي حاجه، بس لازم يوصل بتفكيره بهدفه ان هو يحقق حلمه ويمشي وراه عليه. ايه مدى تشجيع عمداء الكليات او جامعه عين شمس نفسها في ان هي تدعمكم في هذا الاتجاه؟ جيلان،
هما طبعا بيسهلوا لنا كل حاجه، التصاريح في الجامعه هما بيساعدونا فيها، ان احنا اصلا ندخل ناس مثلا من كليات تانية عندنا الكليه عشان يحضروا السيشنز دي، هما بيساعدونا في كل الحاجات دي، بيشرفوا على الحاجات يعني المناهج اللي احنا بنمشي عليها في السيشنز نفسها، هما مشرفين على كل حاجه. نعم عبد الرحمن بالظبط زي ما جلان قالت ان هما بيساعدونا ان احنا مفيش حاجه تعطلنا، مفيش حاجه توقفنا عن ان احنا نكمل طريقنا ده، وان النموذج المحاكاه يفضل مكمل مش السنه دي بس للسنين اللي جايه قدام، وناس تعرف مين يعني ايه نموذج محاكاه مصغر بيمثل جامعه الدول العربيه بجميع مجالسها، وكل سنه بتختلف من مجلس لمجلس اخر من مجالس معينه. عبد الرحمن، عدد من المحامين اسامي كبيره في دوله جمهوريه مصر العربيه، انت من وجهة نظرك المحامي الشاطر المفروض يبقى ايه مواصفاته؟ المحامي الشاطر ايه تكون مواصفاته؟ أيوة. يكون بيكون تفكيره كويس لابق، يعرف يتحكم في القانون اللي بيقدر يتكلم فيه او بيدرسه، بيكون عنده افكار كتير، عنده تفكيره يكون ذكي جدا، وبيكون عنده افكار ووعي ثقافي عن حاجات تانية بس مش شرط في القانون. يعني بيكون عنده كل حاجة ممكن تفيده في الحياة نفسها، وبيكون يعرف يتكلم لبق جدا. جيلان، من وجهة نظرك ايه هو سمات المحامي الشاطر في جمهورية مصر العربية، او حتى محامي في اي دولة في العالم؟ يعني ايه المواصفات المفروض انك انت ممكن تكوني حطاها هدف انك انت تبقي محامية شاطرة وناجحة؟ هو اول حاجة لازم طبعا الامانة، وان انا ابقى شايله مسؤوليه ان انا يعني بحكم في مصاير ناس، وابقى شايله مسؤوليه القانون اللي انا متحملاه، ويبقى فعلا يعني اعرف اوصل فكرتي كويس قوي مثلا للناس او للقاضي اللي انا بترافع قدامه، يبقى عندي وعي ثقافي طبعا واسع جدا. بس عبد الرحمن كرم وجيلان عوض من اللجنه التنظيميه لنموذج محاكاه جامعه الدول العربيه وجامعه عين شمس، شرفتونا ونورتونا، كل التوفيق ان شاء الله لدراستكم في كليه المحاماه في عين شمس، جامعه عين شمس، وتقول لنا تاني بقى وتكونوا بقيتوا محاميين كده، وتقول لنا تحكوا لنا قضايا مسكتوها مهمه اذا كانت دوليه واذا كان حتى مصريه. شكرا لكم. شكرا. فاصل وراجعين حالا.